رشف، خلينا نروح لارض الملعب. وكنا دلوقتي من شويه في صاله المقاولين العرب، خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل ومراسلتنا سلا حامد عشان تنقل لنا اجواء المباراه الاهلي والجزيره. اتفضل يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، طبعا الكابتن محمد السلعاوي نجم النادي الاهلي والكابتن اشرف الكردي نجم نادي الجزيره وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا متواجده داخل لصاله امير عبد الله الفيصل داخل لمقر النادي، وطبعا عشان انقل لكم يعني كل الاجواء والكواليس وكمان استعدادات الفرقتين قبل مباراه اليوم الاهلي والجزيره في الجوله اللي قبل الاخيره من الدور الثاني او دور الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. طبعا زي ما حضرتك شايف كابتن هيثم ورايا الاجواء، يمكن بالفعل بدا يعني فريق النادي الاهلي وايضا فريق الجزيره عمليات الاحماء على ارضيه ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل داخل لمقر النادي، ويمكن بداوا يعني كمان من بدري شويه، يمكن يعني دايما بيبداوا عمليات الاحماء قبل المباراه بنصف ساعه، لكن لا يمكن بداوا بدري عن كده شويه عمليات الاحماء سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الجزيره. كمان خليني قبل ما انقل لحضراتكم يعني استعدادات الفرقتين انقل لحضراتكم يعني القائمه او السكور شيت يعني الخاص بكل فرقه. يمكن طبعا البدايه مع النادي الاهلي وتحت قياده الكابتن مستر اوجاستي ايبوج المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن البدايه مع عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، عمر عزب، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، والمحترف الامريكي والمحترف عفوا من بورتريكو والتر هودج، احمد اسماعيل، محمد ابو النصر، عمر طارق، وعلي وحيد لاعب النادي الاهلي من الفريق طبعا تحت 20 سنه طبعا متصعد يعني مع فريق النادي الاهلي يعني من المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك، وكمان متواجد النهارده في السكور مع فريق النادي الاهلي سعده مستر جاسي بوش ان هو يكون متواجد كمان النهارده مع الفريق في مباراه اليوم امام نادي الجزيره. كمان بالنسبه لفريق نادي الجزيره تحت قيادة الكابتن محمد الكرداني، البداية مع عمر خيري، عبد الرحمن الجندي، أحمد سامي، عاصم الجندي، أحمد المضوي، أحمد عبد اللطيف، سيف الصناديلي، مصطفى عاصم، محمد عبد الرحمن، أيمن شوكت، عمر شكري، والمحترف الأمريكي جباري واين. يمكن ده كان كل اللعيبة إن شاء الله اللي هتشارك النهاردة مع فريق الجزيرة يا كابتن هيثم في مباراة اليوم. كمان خليني يعني أنقل لحضرتك استعدادات النادي الأهلي لمباراة اليوم. يمكن كالعادة النادي الأهلي زي ما بيستعد لكل مباراة، الأول الفريق امبارح اتمرن على صالة امير عبد الله الفيصل، وكمان كان في محاضره امبارح فنيه ما بين مستر اجاستي وجميع اللاعبين طبعا بيتكلم فيها يعني عن المباراه اليوم ونقط الضعف والقوه اللي عند نادي الجزيره، وطبعا عشان يركزوا عليها خلال المباراه عشان يضمنوا الفوز ونتيجه افضل في مباراه اليوم. كمان النهارده الفريق يعني جه على موعد المباراه وبداوا عمليات الاحماء، يعني كانت الاجواء كلها طبيعيه كالعاده قبل اي مباراه. يعني ان شاء الله من بعد المباراه اليوم الفريق هياخد راحه وبعد كده هيواصل التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمباراه يعني تحدي السكندري، واللي ان شاء الله هتكون يعني يوم الاثنين المقبل على صاله نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه، وان شاء الله الفريق هيسافر لها يوم الاحد بعد ما يتمرن الاول هنا على صاله امير عبد الله الفيصل، بعد كده هيتجه لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه في مدينه الاسكندريه. كمان يعني بالنسبه لنادي الجزيره امبارح برضو اتمرنوا بشكل طبيعي، والنهارده الصبح كان عندهم محاضره فنيه مع الكابتن محمد الكرداني طبعا بيتكلم فيها ايضا يعني عن مباراه النادي الاهلي واهميتها طبعا في ترتيب الفرق. طبعا زي ما احنا عارفين المرحله اللي احنا فيها دلوقتي هي مرحله ترتيب الفرق، وبعد كده ان شاء الله يعني اللي هيكون في المركز الاول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع وهكذا لحد طبعا يعني ما هيتم تحديد يعني مين هيلاعب مين ان شاء الله. يعني النادي الاهلي طبعا في المركز الاول برصيد 24 نقطه، والجزيره في المركز الرابع برصيد 18 نقطه، فده ان شاء الله هيتحدد يعني بعد انتهاء جميع الجولات في الدور الثاني، واللي ان شاء الله يعني هيكون اخر جوله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون مع نادي الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل. كمان خليني يعني اقول لحضرتك يا كابتن هيثم سريعا ايه الغيابات المتواجده وموجوده في صفوف فريق النادي الاهلي فريق نادي الجزيره. يمكن الغيابات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي يعني البدايه مع ايهاب امين واللي ما زال يعني مصاب حتى الان بكدمه في الرجل او في القدم، كمان يعني احمد مهيب مصاب حتى الان بمزق في الاماميه، وعبد الله ناصر الشهير طبعا ببيده مصاب بجزع في الرباط، وان شاء الله يعني هياخد مثلا يعني 10 ايام او اسبوع عشان يرجع تاني يتمرن مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه ويكون كمان متواجد في جميع المباريات. لكن بالنسبه لايهاب امين واحمد مهيب ان شاء الله يعني حاليا هم في فتره البرنامج التاهيلي والعلاجي، وبنسبه كبيره ان شاء الله هيكونوا متواجدين في مباراه الاتحاد السكندري، ولكن ده هيتم يعني تحديده بالنسبه لموقف اللاعبين ان هم يشاركوا
لكم في المباراه. ده هيكون قبل المباراه على طول بيوم او بيومين هيتم التحديد يعني ان شاء الله هيكونوا متواجدين وهيشاركوا في المباراه ولا لا. كمان محمد طارق خيري هيكون يعني بره السكور النهارده بالنسبه لفريق نادي الجزيره. رميح سامح هو النهارده هيكون غايب عن المباراه بسبب شد في الظهر، وطارق ممدوح بسبب سبرين انكل، وكمان حسن ياسر وحسين شوكت هيغيبوا عن مباراه اليوم. ده بالنسبه لصفوف فريق نادي الجزيره. خليني اقول لك كمان يا كابتن هيثم يعني انه المباراه او الصاله النهارده يعني خاليه من وجود يعني اي فرد من الجمهور، يمكن بس المباراه النهارده بتقتصر على وجود وحضور بس يعني اعضاء مجلس اداره سواء من نادي الاهلي او من نادي الجزيره. حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي يعني متواجد في الصاله عضو مجلس اداره الاستاذ محمد الضماطي، وايضا العمري فاروق نائب رئيس نادي الاهلي، وخالد العودي طبعا كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. حتى الان هم متواجدين، ولسه يعني مع مرور الوقت ومع اقتراب موعد المباراه او بدء المباراه ان شاء الله هيكون في متواجد عدد اكبر من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم. دي طبعا يا كابتن هيثم يعني كانت كل الاجواء والسدادات بالنسبه للفرقتين سواء فريق نادي الاهلي او فريق نادي الجزيره في مباراة اليوم. طبعا الجولة اللي قبل الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة رجال. أكيد أنا مع حضرتك الكابتن هيثم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو والكلمة ليك طبعا. تفضل. سنة حامد بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة، ما سبتناش أي حاجة ممكن نسألها، غطيت لنا كل الجوانب اللي محتاجين نعرفها قبل انطلاق اللقاء. بشكرك شكرا جزيلا من صالة الأمير عبد الله الفيصل.